اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم اليومي استديو الاخباريه، كل عام وانتم بالف خير. معكم عزام العبيد في تقديم هذه الجوله وهذه الحلقه، نبداها باخبار المناطق وبتصريح من الشيخ سديس في خطبه يوم عرفه: سلامه الحجاج خط احمر ولا يسمح بتجاوزها. معنا للتعليق على محتوى الخطبه وكذلك على هذا العنوان الدكتور محمد بقنا، عضو الدعوه والارشاد في وزاره الشؤون الاسلاميه. حياك الله دكتور محمد، يا اهلا وسهلا. دكتور محمد تسمعني؟ اي اسمعك يا حبيبي. يا اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وان طيب الله يبارك فيك. حياك الله، يعني سلامة الحجاج خط احمر، ولا يوجد شعارات طائفية ولا شعارات دينية ولا حتى يسمح بتجاوز هذه هذا الخط الاحمر اللي هو سلامة الحجاج، انت وش تعليقك على هذا على محتوى الخطبة دكتور محمد؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أولا فإننا قد سمعنا جميعا لهذه الخطبة الموفقة لفضيلة الأستاذ الدكتور شيخنا الشيخ عبد الرحمن السديد، وفعلا أنها أثلجت صدورنا كما قد تعودنا ممن يقف على هذا المنبر العظيم منبر عرفة، فضيلة الشيخ الوالد مفتي عام المملكة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في صحته وأن يعافيه وأن يشافيه، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن السديس. قد انفلجت صدورنا بما سمعنا من رسائل كثيرة، ومن أعظم الرسائل هذه الرسالة التي ذكرها أن المساس بأمن الحجيج هذا خط أحمر. هو خط أحمر حقيقة عند المسلمين عامة، وعند الحجاج خاصة، وعند ولاة أمرنا بالذات، أسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يوفقهم. هذا الخط الأحمر واجب ديني وشرعي وعرفي على جميع الأصعدة. أما كواجب ديني فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم في جميع الديانات وخاصة ديانة الإسلام المساس بعبادة العباد، والمساس بمن يتعبد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان إذا غزا غزوة أو أرسل سرية كان يقول: أغزو بسم الله على بركة الله. ومما كان يقوله للصحابة والمجاهدين ألا يؤذوا عابدا في صومعته، ألا يؤذوا عابدا في صومعته، حتى ولو لم يكن هذا العابد مسلما، ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو أيا كانت عبادته، فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي عابدا يتعبد عبادة سواء وافقت الحق أو لم توافق. فما بالكم بعبادة الحج التي هي أصل وفرض من أصول الإسلام دين الحق. أما في القرآن فقد قال الله جل وعلا كما جاء في سورة البقرة في الآية 26 بعد 100 على لسان إبراهيم أنه قد دعا الله جل وعلا بدعوة لهذا البيت الحرام ولهذه المشاعر المقدسة، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. ومن الله سبحانه وتعالى على قريش وعلى غيرهم الذين يطرقون هذا البيت، قال: الذي آمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صحيح. فهذا الواجب فوق أن يكون واجب ديني فهو واجب عرفي، لا يقبل عرف من الأعراف في العالم أجمع، لا في العالم المتحضر ولا في العالم الجاهلي، أن يمت أمن حجيج بيت الله جل وعلا. فكيف بهذا الزمان الذي انتشر فيه العلم واتسعت فيه رقعة العلم، إن هذا البلد عامة، بلد الحرمين الشريفين عامة في كل شبر منه، وأن الحرمين الشريفين خاصة هذا هم يتحمله كل مسلم ويتحمله ولاة الأمر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم. وحقيقة إننا ونحن نسير في المشاعر، نسير ونتنقل من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة
إلى المسجد الحرام نرى أثر الأمن ولله الحمد والمنة. الحمد لله. من سواء كان على الأسكار والطوارئ والدوريات والدفاع المدني وغير ذلك، أسأل الله أن يبيض وجوههم وأن يعينهم وأن يوفقهم. وحتى على مستوى الحجيج هناك توعية ثقافية على المستوى الفكري على مستوى الحجيج، فنحن نرى بأم أعيننا الحجيج على من كل الجنسيات ومن كل البلدان يتعاونون مع رجال الأمن وكأنهم إخوانهم من النسب، فضلا أن يكون ذلك إخوان من الدين وهو أعظم. الحمد لله نحن نرى الأمن منتشر والأمن مستتب لله الحمد والمنة، وهذا بفضل الله وجوده وكرمه وبدعاء الصالحين من الحجاج والمعتمرين الذين يدعون الله أن يؤمنهم، ثم بجهود حكومة سيد خادم الحرمين الشريفين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم. اللهم آمين. شكرا جزيلا يا دكتور محمد، وكل عام وانت بخير مرة ثانية، ويعطيك العافية على هذا التعليق وعلى ما قدمته في اتصالك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، الخبر الثاني هو خبر احنا خصينا هذا الخبر لمعرفة حالة الطقس المتوقعة والحالية كذلك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم المعلومات والنصح فيما يتعلق بالطقس. ومعنا طبعا هو الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. حياك الله أستاذ حسين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة يا رب. حالة الطقس الحالية في مكة المكرمة قبل أن نتكلم عن المتوقع، وش أستاذ حسين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أنا الآن أتواجد في مشعر منى، بدأت درجات الحرارة تنكسر إلى الانخفاض، الآن نسجل 36 درجة مئوية، بعد سجلنا أعلى درجة اليوم كانت فترة الظهيرة الساعة الثانية ظهرا ب 43 درجة مئوية، وهي أعلى درجة سجلت حتى الآن في مشعر منى. الجو بشكل عام صحو ومستقر، ولا يوجد أي ظواهر جوية تستدعي التنبيه عنها. الرطوبة ترتفع نسبيا، حتى نتوقع أنه في فترة المساء أو في الثلث الأخير من هذه الليلة قد نسجل 40%، وسرعة الرياح ترخفض تدريجيا وقد تكون في سكون في فترة المساء. لا يوجد هناك أي إشكالية في الأجواء، الأجواء مستقرة والجو صحو، و حجاج بيت الله ينعمون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. لكن الهيئة طبعا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما زالت تؤكد على ضرورة الاهتمام بالابتعاد عن التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة فترة الظهيرة ما بين الساعة الثانية عشر والثالثة عصرا، وهي فترة يعني ذروة تعامد أشعة الشمس على الأرض وارتفاع درجة الحرارة فيها، خاصة إذا ما علمنا أن درجة الحرارة المسجلة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس، ولهذا يتطلب الحرص والاهتمام وعدم الوقوف في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة، خاصة لحجاج بيت الله القادمين من الدول الباردة والتي طبعا درجة الشعور عندهم في 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 في, في الأربعين درجة مئوية تعتبر عالية، وأيضا صح. للمرضى والمصابين بالسكر والضغط وأصحاب البدانة قد تساهم يعني درجة الشعور في إحساسهم بدرجات حرارة عالية. جميل. طب أستاذ حسين، الآن على الأيام المقبلة وش حالة الطقس المتوقعة؟ بمشيئة الله ما زالت الأجواء مستقرة معنا. جميل. حتى يوم الغد. جميل. لا توجد هناك ظواهر جوية على المشاعر، الرياح مستقرة نسبيا. غدا بمشيئة الله ستعلن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الأجواء على الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة المنورة أو للخارجين من مكة المكرمة، استعدادا للتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية التي تتعامل ميدانيا مع حجاج بيت الله. لا شك أن أنا أريد أن أؤكد على نقطة أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قدمت تقارير مناخية أولية لمؤسسات الطوافة والعاملين في الحج، أكدت من خلالها مجمل المعلومات المتعلقة بحالة الطقس في المشاعر، سيتم وضع الخطط والبرامج المعنية بحجاج بيت الله وفقا لإطار المعلومات الطقس التي بثتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. جميل. خلنا نتكلم أستاذ حسين، نكسب وجودك معنا ونتكلم عن جهود الأرصاد وحماية البيئة قبل الحج أثناء الحج وبعد الحج، وطبعا احنا نتكلم حاليا وبالتحديد عن ما يتعلق بسلامة حجاج الداخل وحتى حجاج الخارج. نعم، حقيقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدأت منذ 20 ذي القعدة في إطلاق مرافقها في منى وفي عرفة وفي مكة المكرمة وفي مزدلفة للعمل على مدى 24 ساعة. أنشأت غرفة عمليات
مستقلة معنية بمتابعة الأجواء، سواء تلوث الهواء أو جودة الهواء أو حالة الطقس في ميناء. هذه الغرفة متصلة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في ميناء، وتقوم بالتعامل بخطوط ساخنة مع هذه مع المركز القيادة لمتابعة أي ظاهرة جوية تستدعي أو تلوث بيئي يستدعي التنبيه أو التحذير منه للتعامل معه بشكل مباشر. حقيقة الهيئة العامة لأرصاد الحماية البيئة تشكل أكثر من 150 موظف أو خبير معني بالأرصاد والبيئة وجودة الهواء والتفتيش البيئي في المشاعر المقدسة لتقديم كافة الخدمات المعنية بدورها في هذا الإطار. هناك تنسيق مباشر وخطوط ساخنة مع الجهات المختصة، خاصة مركز القيادة والسيطرة والدفاع المدني والقطاعات الحكومية الأخرى التي تتعامل مباشرة أو ميدانيا في ميناء وفي عرفات وفي مكة المكرمة لمتابعة الجانب البيئي والأرصادي في المشاعر المقدسة على مدار الساعة. جميل، بارك الله جهودكم أستاذ حسين، وشكرا على المشاركة ويعطيك العافية على المعلومات اللي قدمتها. شكرا جزيلا مرة ثانية. مشاهدينا، بكذا أخبار المناطق انتهت. إلى القضية. طبعاً مشاهدينا الأعزاء، موضوعنا اليوم على طاولة السجل الإخبارية هو عيد الأضحى المبارك لهذا العام. سنتحدث في هذا الموضوع مع الباحثين الاجتماعيين والمستشارين كذلك النفسيين والأسريين فيما يتعلق بثقافة الفرح في العيد وثقافة التعامل كذلك مع العيد. هذا العيد دائماً هو للفرحة ولم الشمل والاجتماع بالأهل والأحباب، فاليوم هو العيد واليوم هو موضوعنا العيد. بعد التقرير. العيد فرحة استثنائية يشعر بها الجميع الصغير والكبير، رغم اختلاف مظاهر بين الأمس واليوم بسبب التطور الذي تشهده مناحي الحياة المختلفة. فما بين العيد أمس واليوم لا زال أجدادنا وآباؤنا يذهلون بحديثهم عن فرحة العيد في زمنهم وعصرهم، يوم كانت الحياة صعبة ووسائلها بسيطة. أليس من حق أنفسنا علينا أن نمارس هذه الحاجة الفطرية وأن نتعلم كيف نمارس هذا الشعور ونحوله إلى سلوك يبعث إلى الراحة والتفاؤل، وأن يصبح جزءا من ثقافتنا وسلوكنا، ونتعلم كيف تستمتع بالمناسبات السعيدة وتمارس الفرح بعيدا عن ممارسة الكبت أو الإساءة للآخرين. طبعا مشاهدينا الاعزاء، ثقافه الفرح في العيد هي على طاوله السجل الاخباريه اليوم. بدايه نرحب بضيوفي الكرام، ابدا فيك استاذه هيفاء العبيلاني الباحثه الاجتماعيه. حياك الله استاذه هيفاء، كل عام وانت بخير. هلا وسهلا، وانت بصحه وسلامه. يا اهلا وسهلا. طبعا كذلك الترحيب للكاتب الصحفي الاستاذ حمد شعيفاني من القصيم. حياك الله استاذ حمد، يا اهلا وسهلا. مرحبا اخوي عزام، وكل عام وانت بخير، والساده المشاهدين، وكل عام ووطننا الغالي بخير وأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. الله يعطيك العافية. وكذلك طبعا التحية موصولة للمدينة المنورة، ومعنا المستشارة النفسية الأستاذة زهرة المعبي. حياك الله أستاذة زهرة، وكل عام وأنت بخير. يا هلا يا مرحبا، حياكم الله، كل سنة وأنتم طيبين، وجميع الحجاج وجميع الأحباء في كل مناطق المملكة والوطن العربي والعالم الإسلامي. الله يعطيك العافية. أستاذة هيفا، أنا راح أبدأ معك في يعني اليوم إحنا هي عملية نقاش عن ثقافة الفرح في العيد. أكيد أنه للفرح ثقافة وللحزن كذلك ثقافة. إحنا الآن في العيد ما في مكان للحزن، في مكان للفرح فقط. فكيف الواحد ممكن أنه يتعامل؟ خلنا نتكلم عن التاريخ، يعني نرجع 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات أكثر من كذا ونتكلم عن ثقافة الفرح في العيد. البعض يقول أنه تغيرت الثقافة، البعض يقول والله تغير العيد، العيد من أول فرحة الآن لا صار قضية عادية. أنت وش تعليقك؟ أول شيء يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير جميع الأمة المسلمين، وانتم بصحة وسلامة.
طبعا اختلفت. يمكن انا ماني من جيل الطيبين بس على ما اسمع من الكبار سن بعائلتنا من المجتمع الخارجي تغيرت الاف المرات، ما تغيرت بشكل حتى شكل مبكي. ممكن احنا الحين عيدنا صار يعموا المظاهر، يعموا مين بيكون بيتها، مين بيكون توزيعاتها، مين بيكون يعني البوفيه احلى من العائله الاخرى. فما كان يعني رونق العيد زي نقدر نقول بجيل الطيبين، مجرد اشرعه خارجيه، مجرد اشياء بسيطه، مجرد توزيع اللحم كان جدا كافي، مجرد لعب الاطفال في الساحات الخارجيه. فكان مختلف تماما 180 درجة عن الوقت الحاضر. وش اللي تغير؟ اللي تغيرت كل شيء، تغيرت القلوب، تغيرت الأشخاص، تغير المجتمع، تغيرت العادات والتقاليد اللي كان ينشأون عليها بالعهد الماضي، بالجيل الماضي أو الأجيال الماضية تختلف تماما عن الجيل الحالي وعن الأجيال ممكن نقول على 10 سنوات كذلك ماضية. كل مالها لا في تغير، ما نقول تغير سلبي بس تغير مبكي. العادات صحيح بالعادات حتى بالتقاليد، التقاليد نوعا ما بدأت تمسح التقاليد اللي تعودنا عليها كمان. أستاذ حمد أنت وش تعليقك عن ثقافة العيد؟ هل فعلا تغيرت 10 سنوات؟ لو نرجع 10 سنوات، لو نرجع 20 سنة، لو نرجع أكثر من كذا، هل فعلا الأمور تغيرت؟ الفرحة تغيرت؟ طريقة فرحنا تغيرت؟ طريقة تعاملنا مع العيد تغيرت؟ والله أنا من جيل الطيبين فأقدر أقول لك أن الثقافة تغيرت الآن. 50% من المملكة أغلب احتفالات العيد تكون من الصباح، من صلاة العيد حتى الساعة 9 والـ10 صباحا، بعد كذا الناس كلها نائمة وما في أي مظاهر للفرح ولا. طب وبالتالي هذا سم الفرق التوقيت. هو أستاذ حمد، طب خليني أنا أسألك، يعني في السابق وش كان النظام؟ والله في السابق كان فيه بالنسبة للقرى كانت الاحتفالات في طول اليوم، كانت في فعاليات كثيرة، كانت في المدن في فعاليات متنوعة كانت تحيها أمانات المناطق، كان كلنا نذكر احتفالات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض. جميل. طيب أستاذة زهرة، أنا راح أسألك نفس السؤال. لما نتكلم عن أن الثقافة تغيرت، هل أنت مع مقولة أنه فعلا أول كان أحلى؟ والله أنا بداية ذي بدء أنا أبغى أقول كل زمان ولو نكهة وكل يوم ولو طعم، فما أقدر أقول لك يعني أمس أجمل من اليوم ولا اليوم أجمل من بكرة. الأيام أيام الله، ونحن اللي بنشعر نفسنا بالسعادة، السعادة من جوايا. أنا إن شئت أكون سعيدة رح أكون سعيدة، وإن شئت أتغير رح أتغير، وإن قلت فعلا في فرح حيكون في فرح. لكن اللي أنا شايفته أنه ما شاء الله تبارك الله الفرحة من جيلنا إلى الجيل الآن، إحنا سلمنا للجيل الجديد هذا نفس عاداتنا وتقاليدنا مع بعض التغييرات، لكن وجدنا شغف كبير من هذا الجيل إنهم يبغوا يرجعوا يعني يتداولوا العادات والتقاليد القديمة اللي إحنا كنا بنمارسها وبيطبقوها. نعم زي ما تفضل الأستاذ وقال العيد كان يعني بادئ ديبيد في البداية من صلاة العيد إلى يعني نهاية النهار. الآن صلاة العيد والناس تفطر فطور العيد ويلا كل من يروح بيته والناس تنام. فعلا يعني الساعة البيولوجية تغيرت عندنا بالنسبة للعيد. ليه؟ لأننا يعني فعلا تغيرت الدنيا، الناس تبغى تعيش المناسبة هذه مساء. يعني حتى الاحتفالات أنا أذكر على أيامي كان يعني مناسبة العيد غدا، الآن ما في عوائل تفتح بيوتها في الغدا أبدا،
كل العوائل يقولوا تفضلوا عندنا الله يحييكم على العشاء. ليه؟ لأنه الناس نايمة وتعبانة ومرهقة، حتى أصحاب البيت إذا رب الأسرة أو كبير العائلة يبغى يستقبل ما يعني ما حد بيلبيله الطلب هذا، والناس تجيله مرهقة. بعدين جيل الأطفال هذول جيل الأيام هذه ما هم راضين يعني لسه يعترفوا إنه النهار فيه ممارسات للعيد، فيه طقوس، فيه عادات، فيه تقاليد، فيه ألعاب، فيه هيصة، فيه زيارات، تبادل معايدة. يعني أنا يمكن عشان أنا من جدة وتتبع لنا مكة والمدينة، يمكن نحن أو مكة وجدة بالذات يعني يمكن المدينة يعني ما عندنا العيد الكبير، ولا بالذات عيد الأضحى اللي هو العيد الكبير، يعني ما عندنا النشوة الكبيرة. ليه؟ لأنه في عندنا البديل اللي هو الحج، فإحنا احتفالنا بالحجاج واحتفالنا بمشاعرهم وبخدمتهم والتفاني في بذل المجهود الغالي والنفيس علشانهم، يمكن ما بنشعر بفرحة عيد الأضحى، لكن النشوة الجميلة والرائعة كل مناطق المملكة وكل العالم العربي والعالم الإسلامي بيشعروا فعلا بأنه هذا هو العيد الجميل الكبير اللي هو لكل العالم العربي والعالم الإسلامي. لكن لا نزال ونصر أنه نبغى نرجع أيام البهجة وأيام الفرح فين؟ في داخل الجيل الجديد، عشان هم اللي حيستلموا الأمانة مننا ويسلموها للجيل اللي بعدهم. إضافة إلى ذلك الآن أولادنا يعني متمتعين ببهجة الحج وفرحة الحج. يعني أنا صليت العيد في المسجد النبوي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألف من ذكر الله. أنت ما شفت الأطفال هم اللي بيوزعوا الهدايا ويوزعوا الألعاب وبسعادة وفرح. أنا أعتقد هي هذه قمة الفرحة بالنسبة لنا كمسلمين، أدينا شعيرة صلاة العيد وفي نفس الوقت كمان أولادنا وبناتنا والأجيال كلها. يعني أنا واقفة أقول فعلا نافذة على العالم العربي والإسلامي، قاعدة كده أتفرج سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميع الأعمار، جميع الجنسيات، جميع الشخصيات من إلى، الكل فرحان والكل سعيد بتأدية شعيرة صلاة العيد، وبعدها بيسلموا على بعض وبيكبروا وبيهللوا، شيء رائع جميل ومتعة، متعة جميلة. لكننا نظل برضو إحنا ببلد الحرمين، مكة مدينة جدة، جدة بما أنها هي الثغر اللي بتوصل لمكة والمدينة، يعني نعتبر أنه العيد هذا يعني ما يجي بالمرتبة الأولى زي مرتبة الحج. الحج إحنا دائما حتى حجاجنا الآن أنتم بتعطوا تقرير وهذا، وأنا أقول حج نجا إن شاء الله، حج نجا، لأنه إحنا عندنا ما يسمى اللي هو استقبال الحجيج. بعد ما يجوا الحجيج عندنا فرحة برجعتهم وعودتهم. جميل. عشان كده إحنا يعني يمكن المشاعر محتدمة ومتأججة بوجود الحجاج، وهم رايحين للجمرات وهم رايحين لمكة ويؤدوا شعيرة طواف الإفاضة وإلى آخره. متعتنا في أنه الحجاج يعني مستمتعين وبيؤدوا شعائرهم وفي أمن وفي أمان، والحمد لله هذا فضل الله علينا. جميل. يعني الحكومة والمسؤولين من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، والكل موجود يعني على في الميدان وعلى رأس العمل. وأقرب مثال على ذلك الله يطول لنا عمر الملك سلمان، ما شاء الله تبارك الله، يعني من أمس هو متواجد في المشاعر. هذا إن دل يدل على إننا جهدنا وقلبنا وقالبنا كله متواجد في المنطقة هذه لخدمة وراحة ضيوف الحرمين الشريفين، وهذه فرحتنا. انت تبغى تسألني عن فرحتي؟ هي هذه فرحتي. أنا فرحة الآن ما شاء الله بدأوا الحجاج، في منهم رجموا الجمرة العقبة وطافوا وجوا على المدينة، يعني بدأت ما شاء الله تبارك الله معظم الوفود الحجاج اللي هم يعني بيمارسوا عندهم أكثر من طبعا حكم من أحكام الإحرام في القران وفي المتمتع وفي المفرد، فهم بناء على نوع الإحرام اللي أحرموا وهم بيجوا الآن جوا المدينة وما شاء الله تبارك الله ملينا الحرم وحج نجا إن شاء الله، والله يتقبل منهم وهم يعني منتعشين. الكل يعني أنت إحنا سعادتنا فرحتنا كأهل للمنطقة هذه وللمكان هذا فعلا
في فرحة الحجاج وسعادتهم وبهجتهم، وهم يسلموا علينا ويسلموا على بعض ومبتهجين سعداء سعداء، شيء رائع يعني يفوق الوصف يفوق الخيال. جميل. يعني يمكن احنا عشان متواجدين معاهم ما شاء الله تبارك الله حاسين بهذه المتعة، عشان كده انا اقول لك فرحتي فرحة اولادنا فرحة احفادنا فرحة كل الاجيال بفرحة الحجاج. طب استاذة زهرة انا اسمحي لي اسالك، انت ذكرت انه في تغيير، وكذلك استاذة هيفا هنا ذكرت لي انه في تغيير، وكذلك استاذ حمد ذكر انه في تغيير في ثقافة الفرح بالعيد ما بين طبعا نتكلم عن الماضي والحاضر، والاكيد اذا كان في تغيير بين الماضي والحاضر فاكيد راح يكون في المستقبل تغيير. ايش اسباب التغيير؟ بعض الناس تقول لك التكنولوجيا، والله التكنولوجيا عزلتنا، صار كل إنسان عايش في فقاعة معينة ويتعامل مع نفسه. بعض الناس تقول لك لا والله تغيرت لأنه الجيل القديم، يعني في أسباب كثيرة وفي آراء كثيرة. أنت وش رأيك، وش أسباب التغيير أستاذة زهرة في ثقافة الفرح بالعيد؟ والله شوف أنا أبغى أقول لك أستاذ عزام على حاجة، يعني إن كانت التكنولوجيا عزلتنا فيا ليت عيونك كان شافت أعداد يعني ملايين ملايين من المسلمين بيصلوا صلاة العيد. أي التكنولوجيا هذه اللي عزلتنا؟ كان خلاص كل واحد قاعد في بيته وكل واحد قفل على نفسه وما تحمل مشقة الطريق. لا التكنولوجيا ما هي سبب من الأسباب، ولا واحد ماسك جوال في يده، الكل بيأدي شعيرة صلاة العيد وبيكبروا والكل جالس بيسمع. طب معناها أستاذة زهرة إيش الأسباب؟ بعض المساجد أنا أقول لك إن كان في تغييرات في العادات والتقاليد. ليه؟ لأنه مواكبة مع العصر، مع المواكبة مع الحياة الاجتماعية. أنت ما تقدر يعني تغير الكون، لكن سبحان اللي ما يتغير، لكن لابد من التغيير. يعني إحنا الآن في دورة فلك، أنا أقول والله أعلم إنه نحن يعني قد يأتي علينا يوم أو الجيل جيل الصغار اللي في الأيام هذه تلف بهم الدائرة ويعيشوا أيام الفرح اللي إحنا عشناها. يعني أنا أعتقد إنه إحنا كنا ننتظر عيد الحج هذا بفارغ الصبر، فكنا يا نحج يا نزور، يا نحج يا نزور، سنة نحج أو نزور، يعني واحدة من الاثنين. يعني ما كنا نقعد في جدة أبدا. ليه؟ لأنه فرحتنا مع الناس مع الحجاج بخدمة الحجاج. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، يعني ما كنا نحج عن طريق الآن مطوفين وحملات، كنا نحج الحارة كلها تحج، الحي كله يحج مع بعضه، سيارات كبيرة توقف واللي يبغى يجي الله يحييه، بدون تصاريح بدون أي حاجة، فكلنا نطلع نحج، وكلنا إحنا كنا صغار وكبرنا وإحنا نسعى جاهدين لخدمة الحجاج إلى حد إننا نساعدهم في لقط جمرات الحصوات حق الجمرات. تصور احنا كنا نلملم لهم ونعطيهم، خاصة كبار السن. الآن ما شاء الله تبارك الله أنا جاني مقطع فيديو، يعني جهود غير عادية، بيجمعوا الحصوات بيحطوها في أكياس ويسلموها للحجاج، شيء معقول. فأنا حتى في قربنا القروات علق، قلت والله إحنا كنا صغار كنا إحنا بنفسنا في ننزل في مزدلفة ونلقط الجمرات للحجاج ونسلمهم ونتنافس عشان إحنا نقدم لهم هذا الشيء. هذه هي فرحتنا. جميل. هذه فرحتنا كمسلمين. جميل. كمواطنين كسعوديين. إننا نسعى لخدمة حجاج بيت الله الحرام. جميل. فأعتقد إنه يعني لو أنا الآن طلعت أحج يمكن أمارس نفس الطقوس، بس على حسب سني على حسب وضعي. صح. برضي أسعى جاهدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. جميل. وهذا يعني هذه منحة الله منحنا إياه، والله أكرمنا بيها. يعني أرض الحرمين الشريفين منحنا إننا نحن فعلا نسعى جاهدين لخدمة هذه الأفواج الهائلة والأعداد الكبيرة من الحجاج. فيعني لو ما إحنا نخدم حجاج بيت الله الحرم مين اللي يخدمه؟ حقيقة فعلاً يعني فعلاً. يكفي إنه الملك سلمان اسمه خادم الحرمين الشريفين. صح. يعني هذه أكبر نعمة وأكبر منحة الله منحنا هي. جميل. أستاذة هيفا يعني نفس السؤال لك، وش أسباب التغيير اللي صارت الآن؟ أنا أختلف مع أستاذة زهرة تماما، بالعكس التكنولوجيا تحتل المرتبة الأولى من وجهة نظري،
من الأسباب الرئيسية اللي خلت العيد يختلف بين الأجيال السابقة والفترة الحالية. يعني مو معقول أنه أنا أوكي على كلامها نصلي العيد سواء الحرم المكي الحرم المدني سواء عندنا هنا في أي مسجد من مدن المملكة، ما بعد ذلك أوكي تعبنا نمنا وبعدين قمنا بدأت عاد العزايم بالمساء. لا صدق ما في عزيمة، في كل واحد ماسك له كورنر، جوالات، تصوير، سنابات وما إلى ذلك. فأنا أشوف أنه التكنولوجيا تحتل المرتبة الأولى ومن ثم بعد ذلك عاداتنا وتقاليدنا. وش دور الوالدين بأنهم هم يعني نشأهم يعني أطفالهم يعني إيش العيد، إيش معنى العيد، صلة الرحم بالعيد، الوالدين بالعيد، يعني هي 3 أيام مش أكثر. فالتكنولوجيا يمكن هي المرتبة الأولى وجهة نظري. التكنولوجيا المرتبة الأولى، والثانية تربية الأهل نفسه. طبعا تربية الوالدين للأطفال يعني تحت المركز، أو يعني ممكن إحنا ما نقول التكنولوجيا بصفة عامة، الجوالات كأساس. وأنا أعتقد أن السببين هذول يتماشون مع بعض، يعني لو الأهل ربوا عيالهم على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا راح يستخدمون التكنولوجيا، فبالتالي إحنا وقعنا في نفس صح. في مرأة الله يحفظها يا رب كبيرة في السن أعرفها، يعني هي مجرد ما الواحد يدخل بيتها هي مسويات في الأعياد وفي العزايم الكبيرة، إحنا ما نخص العيد فقط من ناحية التكنولوجيا، هي مسوية زي البوكس عند المدخل المنزل، ومخلية واحدة من بناتها كل من دخل مسكت الجوال وحطت استيكر جوال مين وحطوه بالسلة، يعني زي طريقة الجوالات إنه ممنوع دخول، وهو بيتها بس هي تبغى الناس يسولفون، تبغى الناس يقعدون مع بعض. فكانت فكرة حلوة وهي مرأة كبيرة في السن بس من كثر من اللي شافتها يعني في العزايم. صح. أستاذ حمد أنت وش تعليقك؟ هل التكنولوجيا لها دور؟ هل تربية الأهل لها دور؟ الحياة بشكل عام اختلفت، اختلفت اختلاف جذري، اختلف نمط المعيشة، وسائل الاتصال، التكنولوجيا برضو تحتل المركز الأول. وسائل الاتصال في السابق كان الشخص سواء كبير ولا صغير كان يتعنى ويروح يقطع مسافة علشان يصل رحمه ويسلم على أقاربه. صح. الآن صارت رسالة واتساب جماعية لكل القائمة عنده. طيب فيه نقطة مهمة جدا أستاذ حمد، مرتبطة ارتباط كبير جدا في ثقافة الفرح بالعيد وثقافة التعامل حتى مع العيد، وهي الفعاليات اللي تقدم من الأمانات ومن الجهات المشاركة، ولا نخص بالذكر أي أمانة أو جهة معينة، ولكن احنا نتكلم بشكل عام، هل الفعاليات عندنا قوية ولا ضعيفة في البداية برأيك أنت؟ والله للأسف الفعاليات في العيد ضعيفة جدا، يعني ما في فعاليات تذكر إلا فعاليات يعني قليلة وتكاد تذكر على أصابع اليد في مناطق أو في مدن قليلة فقط. الأمانات عليها دور كبير، الجهات الحكومية في إقامة فعاليات توعوية ترفيهية تعليمية، تعليمية للصغار ترفيهية وكذلك توعوية للمجتمع بشكل عام. طيب يعني دور الأمانات ضعيف في عملية إقامة الفعاليات أستاذ حمد، هذا تلخيص لكلامك ولا لا؟ نعم صحيح. طيب وش الحل؟ الحل الأمانات أساساً لو صرحت هذه الفعاليات فبالتالي سهل جداً إيجاد رعاة لإقامة هذه الفعاليات، إيجاد فرق تطوعية لتنظيم الفعاليات. ولكن المسألة هي أن الأمانات والجهات الحكومية لديها عدة فعاليات على مدار السنة، فالاختيار الفعالية في التوقيت المناسب في العيد توزيعها على مدار السنة هو الحل. جميل، أنت وش تعليقك أستاذة هيفا؟ الفعاليات ضعيفة ولا قوية دور الأمانات؟ أنا أرى جيد، يعني مش سيء، مش ممتاز بس مش سيء، يعني في صحيح. ربما بعض الأفراد المجتمع عندنا الفئة المتوسطة فما فوق يعني يمكن ما بما يعني بالعامية ما يملى عينهم الفعالية هذه، ممكن تكون يعني بالنسبة لهم غير ملائمة لوضعهم، الموقع اللي هم مسوين إحدى الساحات إحدى الحدائق، لكن هي تعتبر للجاليات أو
يعني جيدة مش سيئة، بس طبعا أكيد إحنا نطمح بالمزيد، خاصة تكثيفها على قرى المناطق، على يعني يمكن إحنا عندنا تحتل الرياض المرتبة الأولى يعني من ناحية الفعاليات. صح، أتوقع أنه هو المدن الرئيسية هي اللي فيها فعاليات أكثر. صحيح، يعني إحنا لا نظلم بقية المناطق، فيعني يجب لفت نظرهم بالاهتمام أكثر. طبعا هو غالبا على عيد الفطر يكون أكثر كثافة من عيد الأضحى. طيب والفعاليات هل فيها تجديد بين عام وعام ولا فيها تكرار؟ لا تكرار، تكرار يعني اللي شفناه أكيد. يعني خلنا أسألك سؤال، اللي شفناه مثلا لو نطلع الآن ونشوف هذا العيد هو نفس عيد 36 نفس عيد 35. صحيح، بس ربما نلقى الجديد بالمولات، ممكن نلقى الجديد ببعض الأسواق كمان، اللي مو الكل يقدر إنه يأخذ عياله ويروح بحكم إنه هنا شمال، لا هذولي جنوب الرياض هذولي لا كذا. بالعكس يعني أشوفهم يجيبون فرق استعراضية سيرك وما إلى ذلك، لكن لا إحنا نطمح بالمزيد أكيد. أستاذ حمد أنت وش تعليقك في مسألة التكرار؟ هل فعلا الخمس سنوات اللي راحت نقدر نقول إن كل فعاليات سواء عيد الفطر أو الأضحى تتكرر بنفس الطريقة بنفس الأسلوب؟ والله الآن استجد عندنا الفعاليات تقام فيها جلب مشاهير السوشيال ميديا ومشاهير التواصل الاجتماعي، هم أكثرهم يعني بدون رسالة بدون هدف، فقط جمع متابعين وتهريج فقط. هذه نقطة مهمة جدا. أستاذة زهرة أنت وش تعليقك على موضوع الفعاليات؟ هل الفعاليات فيها تكرار؟ هل الفعاليات تليق بفرحة العيد؟ كما ذكرت سابقا يعني أنا قلت لك بالنسبة لنا يعني لمنطقتنا إحنا يعني نهتم أكثر حاجة، أكبر فعالية عندنا هي فعالية الحج، تأتي في المرتبة الثانية أي فعالية في أي مول في أي جهة من الجهات، لكن فعلا هي قليلة جدا لو جينا قارناها بفعالية عيد الفطر المبارك، قليلة جدا جدا، وما يعني قلما تلاقي يعني فئات تتبنى إقامة فعاليات أو احتفالات بمناسبة عيد الأضحى. والأخت والأخ يعني ما قصروا في التعليق على الموضوع، فعلا يعني أعتقد أنها يعني ليست بأشياء يعني مبهرة تجذب الشباب وتجذب الأطفال أو بالأحرى تجذب كل المواطنين والمقيمين. وانا يعني لابد ان انا فعلا احنا لازم يعني نعيد صياغه اقامه الفعاليات وندرس نفسيات المجتمع وافراده على اساس نعمل لهم جذب، عشان انا يعني اسحب المواطن هذا او انه ما يسافر ما يخرج برا منطقته، اقول له تعال يا ولدي انت عندك هنا في الشيء اللي انت مسافر علشانه برا اهو موجود، نجيب لهم نحتفل بيه ونجيب لهم اللي هم محتاجينه، اذا يبغوا ممثلين اذا يبغوا فنانين اذا يبغوا اقامه مسرحيات كذا كذا كله ممكن، اذا احنا اتفقنا مع بعضنا بالتعاون مع الامانات ومع الجهات المسؤوله ومع الرعاه، والله أعتقد أنه يعني ما شاء الله تبارك الله نحن يعني منطقة المملكة عندنا مساحة كبيرة. صح، شازعة. صح، ممكن حتى نعمل سياحة داخلية، داخل السياحة الداخلية فيها فعاليات. يعني أنا أذكر إحنا لسه من 3 أسابيع كنا بنحتفل بسوق عكاظ، ما شاء الله تبارك الله من جميع مناطق المملكة يعني جو وساهموا وشاركوا في احتفال سوق عكاظ، من يعني ايش شيء جميل رائع. جميل. حاجه يعني انا اعتبره خيال، كان فعلا انتقلنا من صوره الى صوره. جميل. تشوف الشعراء وتشوف المداولات والمناظرات وتشوف الفرق الشعبيه وتشوف الصناعات اليدويه وتشوف اهل الباديه بيبيعوا منتوجاتهم، حاجة جميلة رائعة جذبت يعني ناس كثيرة من جميع مناطق المملكة. فلو يعني تدور الدائرة وفعلا نشتغل على فعاليات العيد وجميع مناطق المملكة، أعتقد أننا نقدر نجذب أكبر عدد من جميل. أولادنا وبناتنا ومن أطفالنا ونقول لهم عندكم بلدكم مدينتكم أحيوها، وفي فرق متطوعة وفي النهاية أستاذة زهرة جميلة هي البلد جميلة أولى جدا مستعدة أنهم يشتغلوا. صح صح، وفي النهاية احنا بلدنا اولى، بدل ما نطلع نسافر بالعكس لو كان في فعاليات هنا هو هذا اللي انا بقوله فعلا فعلا يا سيدي. الله يعطيك العافية استاذة زهرة وشكرا جزيلا على المشاركة، وكل عام وانت بخير مرة ثانية.
يعطيك العافية. ويديكم العافية وشكرا، كل سنة وانتم طيبين. الله يسعدك وانت طيبة يا رب. أستاذ حمد، أنا بسألك سؤال قبل لا أختم هذه الفقرة، القطاع الخاص ودوره في فعاليات العيد في المناطق، أنت وش تعليقك على هذه النقطة؟ كم تقيم دور القطاع الخاص من 10؟ أعطيني تقييم. والله هو مختلف يعني في المنطقة الشرقية بحكم معيشتي لها، أنا أعطيهم 9.8 من 10، ولكن في المناطق الثانية صراحة ما أقدر أحكم. جميل، 9.8 من 10، هذا تقييم جيد، يعني القطاع الخاص يقوم بدور جيد ولا لا؟ نعم، القطاع الخاص في المنطقة الشرقية بالذات بحكم معيشتي لها جدا ممتاز، فيه شركات تتبنى الفعاليات، شركات ترعى، فبالتالي دعم مفتوح دائما. جميل، أستاذ حمد يعطيك العافية وكل عام وانت بخير مرة ثانية، وشكرا جزيلا على المشاركة، ما قصرت، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أستاذة هيفا، فيه نقطة مهمة جدا، وهي احنا يعني بحكم انك انت باحثة اجتماعية، بودنا انه تقدمين بعض النصائح لي، بالذات نتكلم عن الأب والأم في الأسرة، لأنه لهم دور كبير جدا في التعامل مع أطفالهم في عملية يعني نقدر نقول تحوير التغيير شوي، تقنينة التكنولوجيا لها دور انت ذكرت كبير جدا، كيفية التعامل مع هذه النقطة حتى يكون عندنا ثقافة فرح جيدة. أستاذي الفاضل، أنا أشوف إذا الوالدين ما قاموا بهالدور من أساس طفولة أفراد أسرتهم، يعني عذرا لا يتعبون نفسهم لما يصيرون في مرحلة مراهقة أو مرحلة شباب، سواء الأولاد أو البنات. ممكن تجيني حالة بالعيادة وتبدأ الحين تشكي من أشياء ما تخص طبعا المعايدات أو العيد أو شيء، بس أيا كان يخص موضوع الشاب أو الشابة، بس معلش أنت وينك قبل؟ فتبدأ هنا المعالجة صعبة كثير كثير، سواء تعديل سلوك، سواء تنمية مهارات، الوقاية خير من العلاج. صحيح. فأنتم يعني إن شاء الله يا رب الأجيال القادمة أو العرايس الجدد، ابدوا بنشأ أطفالكم من الآن صلة الرحم، إيش معنى عيد، إيش معنى ضحية، إيش معنى، يمكن أنا أمس كان لي مقال عن الطفل وعن الضحية كذلك، يعني هذا هو دور الوالدين. جميل. لا نجي إحنا على كبر أو نجي لوم من الجد أو من الجدة ليش وما ليش. طيب أنتم كذلك وين كنتم عن هالزوج وهالزوجة، وأنت يا زوج وزوجة وينكم من أولادكم؟ فيعني يبقى يعني جميع أفراد الأسرة، ممكن الأم تبدأ تتحجج أنه أنا زوجي بزنسمان أو مسافر أو أو أو، طب أنت دورك مثلي دور الأب ومثلي دور الأم. صح. يعني الأكل في الغرف، الجوالات، ونجي نقول ما عندنا عيد، لا في عيد، بس أنتم مو عارفين تعيشون العيد. دائما البناء أسهل من إعادة الترميم أو الترميم. بالضبط. يعطيك العافية وشكر جزيل أستاذ هيفا، وما قصرت على المشاركة معنا، كل عام وانت بخير. يسعدك ربي وانتم بصحة وسلامة. طبعا مشاهدينا، صوت المواطن اليوم هي تغطية لما يقدمه أهالي مكة لحجاج بيت الله الحرام، نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم في التفاصيل أكثر. في بادرة جميلة وتنبع عن كرم أهل مكة بشكل خاص ومملكتنا الحبيبة بشكل عام، أقام سكان حي المعابدة بمكة المكرمة يوم الأربعاء الماضي حفل عشاء على شرف ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا لتأدية فريضة الحج لهذا العام. حضور وليمة العشاء ألقى البهجة والسرور في وجوه حجاج بيت الله الحرام، وبين مكانة الحجاج بوجودهم في أرض الحرمين الشريفين، وأن الدين الإسلامي دين الكرم والتسامح والسلام، وأيضا هذه البادرة تعد رسالة بالغة الأهمية بأن السعودية حكومة وشعبا قادرة وبجدارة أن تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. للتعليق على هذا الموضوع اكثر مشاهدينا الاعزاء، ارحب بالاستاذ خالد المالك المدير التنفيذي لمركز حي العمره. حياك الله استاذ خالد، يا هلا وسهلا، مسك بالخير وكل عام وانت بخير. اهلا جميع المشاهدين، حياك الله. يعني نبغى نتكلم عن هذه المبادرات اللي قاعده تقدم من احياء مكه من قبل المواطنين اللي موجودين هناك ومن سكان مكه المكرمه. استاذ خالد، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد. اولا كل عام وانتم بخير ومن العائدين، تقبل الله منا ومنكم جميع الأعمال. حقيقة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة لها كل عام مبادرات احتفاء بضيف الرحمن، وتقريبا أكثر من 200 مبادرة احتفاء لضيف الرحمن في مكة المكرمة بجميع مراكز الأحياء وأيضا منتدياتها والفرق التطوعية. جميل، كم لها يعني فترة؟
طبعا الحمد لله من قدم الاحتفاء، طبعا كلمة الاحتفاء بضيف الرحمن من قدم الجاهلية وحتى عهد الإسلام وحتى عهدنا اليوم الحاضر، وهذا من كرم وشيم العادات الإسلامية لله الحمد والمنة. طبعا جمعية مراكز الأحياء من أهدافها من أهداف لله الحمد والمنة في مكة المكرمة، وهي مشروع الاحتفاء بضيوف الرحمن في مكة المكرمة. وإيش يقدم هذا المشروع أستاذ خالد؟ طبعا لله الحمد والمنة المشروع هو جميع أنحاء مكة المكرمة في جميع مراكزها المترامي الأطراف، حوالي 22 مركز في مكة المكرمة. طبعا يقدم الاحتفاء الكرم والجود، الكرم المكاوي طبعا قبل الجود الإسلامي والتعريف بمعالم الكرم في مكة المكرمة. طبعا برنامج ثقافي، القهوة العربية والشاي، وأيضا وجبة العشاء، وأيضا برنامج تعريفي تعارف بين الحجاج والمواطنين. جميل. يعني هي لأنه في بعض الناس يتوقعون أن المسألة فقط هي استقبال وعشاء وتوديع، هي ما هي بكذا أبدا أبدا أبدا. هي بالعكس هي إبراز معالم أخلاق المسلم، أيضا إبراز أخلاق الشاب أو المواطن السعودي لله الحمد والمنة، وأيضا إبراز معالم أخلاقنا الإسلامية، وأيضا إظهار محاسن هذا الدين، أيضا أمور كثيرة في قضية معالم المملكة العربية السعودية، وأيضا توصيل رسالة مهمة إن إحنا بلد أمن وأمان، وأيضا بلد احتفاء وحب وكرم وجود. جميل. وهذه الخدمات اللي تقدم أستاذ خالد، هل هي تقدم فقط لحجاج الداخل أو الحجاج حتى من الخارج؟ يعني هذه نقطة مهمة برضو ودنا أنه إحنا نعرفها. والله إحنا هدفنا الجميع، لأن جميع. جمعية مراكز الأحياء بصفة عامة وخاصة الجميع، إنه الاحتفاء والتواصل المجتمعي بين أفراد المجتمع جميعا. طبعا نهتم بالحاج الخارج المملكة العربية السعودية، وأيضا حاج الداخل من يحج داخل المملكة العربية السعودية، يعني اهتمام كامل واهتمام شامل طبعا بخطة مدروسة من جمعية مراكز الأحياء. جميل. كيف ممكن يعني التعامل؟ أكيد إذا كنا نتكلم عن حجاج الخارج راح نتكلم عن مسلمين يتحدثون عدد كبير جدا من اللغات، كيف يتم التعامل مع من لديه لغة تختلف تماما الاختلاف عن اللغة العربية؟ أحسنت. طبعا لله الحمد والمنة، طبعا الاستعداد قبل وفي ورش عمل، طبعا الاستعداد قبل نستضيف هؤلاء الحجاج غير الناطقين بالعربية، طبعا استخدام أو مترجم من نفس الجنسية ومن نفس الجالية يتكلم يجيد اللغة العربية، وثم يبدأ بمحاولة الترجمة بيننا وبين ضيف الرحمن. جميل جميل. طيب أستاذ خالد، دور القطاع الخاص في مبادرتكم هذه، هل في دور من القطاع الخاص ولا لا؟ والله الحمد لله في دور كبير كبير جدا جدا. يعني الآن نحن الآن في صدد مركز حي النزهة التابع جمعية مراكز الأحياء، طبعا برعاية شركة أركان المشاعر المقاولات تابعها الشيخ عادل بن أمين حافظ. طبعا يقيم مركز كبير ضخم، ويقيم حوالي استضافة 30,000 حاج. طبعا هذا شراكة بين جمعية مراكز الأحياء وأيضا شراكة مع القطاع الخاص. طبعا في شراكات كبيرة، ولله الحمد لله منا رجال أعمال في مكة المكرمة وفي غيرهم هم في خدمة هذا الدين وخدمة هذا الوطن. طيب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللي كانت سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية، دورها معكم وش أستاذ خالد؟ دور مشرف ودور جميل، وهي حقيقة قائدة لهذا المشروع الجميل، وهذا المشروع الذي يخدم الوطن العربي والمسلم. جميل. كيف أنا في سؤال جدا يعني مهم أستاذ خالد، وهي عملية المحافظة على هذه العادة وعلى هذا التقليد، كيف تمت المحافظة عليها لسنوات عديدة جدا حتى يومنا الحالي؟ يعني ما في تغير، بالعكس كل ما لها تتطور. يعني من التطورات اللي صارت أنه أصبح في مترجمين لمن لا يتحدث اللغة العربية، من التطورات اللي صارت عملية الأعداد زادت والقدرة الاستيعابية زادت كذلك، في تطور وهذا أمر جدا جميل، ولكن الأجمل من التطور والتطوير اللي صار هو المحافظة على هذه العادة. كيف حافظوا أهالي مكة على هذه العادة الجميلة؟ لله الحمد والمنة زي الطوافة سبحان الله، تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، والأب يعلم الإبن والإبن يعلم ابن الإبن، فأصبح نفس قضية الاحتفاء بضيوف الرحمن أصبحت متوارثة لأهل مكة، وطبعا هذا صفة عامة للمملكة العربية السعودية، وهي الكرم والجود. طبعا أهل مكة أصبحوا يتوارثون هذا الجيل، وأصبحت الآن ثقافة الحمد لله ثقافة كبيرة جدا جدا في مكة المكرمة، هي الاحتفاء بضيوف الرحمن. يعني أول كان الاحتفاء في المسجد، وكان الاحتفاء
في في الطرقات الآن أصبح إقامة أماكن خاصة وأماكن عامة حتى أماكن جماهيرية أيضا لإقامة ضيوف أو لخدمة أو الاحتفاء بضيوف الرحمن. طبعا هذا لله الحمد المنة أصالة وتأصيل في الشعب السعودي، وأيضا تعليم الآباء للأبناء هذا العمل الجميل الإسلامي. جميل، شكرا جزيلا أستاذ خالد على المشاركة معنا وعلى المعلومات الجميلة اللي أثرت فيها محتوى حلقتنا اليوم، يعطيك العافية وكل عام وانت بخير مرة ثانية، شكرا جزيلا. مشاهدينا طبعا قبل الختام أنا بودي أعلق أنه ما يحدث من أهالي مكة وأهالي المدينة أو حتى ما يحدث من أهالي أي منطقة من المناطق، شفنا في الأحساء موجودة هناك مبادرات لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الدول الخليجية، شفنا مبادرات في القصيم، شفنا مبادرات في الرياض، في كل مكان هناك مبادرات. هذا شيء غير مستغرب لما نشوف خادم الحرمين الشريفين في الطائرة أو في الهليكوبتر وهو يتابع بعناية كاملة وتامة لما يحدث لحجاج بيت الله الحرام سواء كانوا من الداخل أو الخارج. نرى الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ولي العهد وهو كذلك يشرف على عدد كبير جدا مما يحدث والإشراف من قلب الحدث. نجد الأمير محمد بن سلمان اليوم في الحد الجنوبي ويأتي بعد ذلك إلى مكة لكي يقوم بالإشراف كذلك. إذا وجدنا ولاة الأمر يقومون بهذا فالمؤكد بأن المواطنين يقومون بنفس الشيء، فهذا أمر يعني أمانة يجعلني أنا شخصياً وأنا متأكد أنه الجميع يفخر بهذه النقطة، وليس فقط السعوديين بل الجميع المسلمين وحتى غير المسلم يفتخر ويستغرب مما يحدث. وهذا طبعاً دائماً مبادرات إحنا نقدمها كسعوديين لأننا رب العالمين شرفنا بهذه المهمة العظيمة جداً. كان معكم عزام العبيد، مشاهدينا كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، ألقاكم غداً بإذن الله، إلى اللقاء.